وبالإضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرها اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تتضمن 17 هدفا تسعى إلى مواجهة التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، ومنها المتعلقة بتدهور البيئة البرية والبحرية وتغير المناخ وضرورة عقد الشراكات لتحقيق هذه الأهداف، مشيرين إلى صعوبة تحقيق أي منها في حال قيام كل قطاع بالعمل بمفرده، لافتين إلى أن التعاون هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات البيئية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي. في الختام أتوجه بالشكر والتقدير لشركة البترول الكويتية العالمية وعلى رأسها أخي الشيخ نواف سعود الصباح على جميع جهودهم المبذولة لحماية البيئة ولدعمهم الدائم لجهود الهيئة في المحافظة على التنوع الأحيائي وإعادة تأهيله وإثراء البيئة الكويتية، متمنيا للجميع التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.